السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نهضر عليكم ما تحلمش وما تحلميش الوزن ديالك المثالي الصحي يكون عندك الا هادشي اللي نهضر عليك اليوم ما كاينش. ما تحلمش بلا ما تحلم، غير بقي معايا الله يخليكم، ولا بقى معايا مكتيش مشارك معنا، شارك معنا في القناة بإذن الله رب العالمين، خلي لايك، خلي الأسئلة. بسم الله، هذه السلسلة تتقدم في السلسلة ديال واحد ديال صديق الأخ الله يذكره بالخير، اللي هذه هذا الفيديو قيل الثالث ولا الرابع اللي تنهضر على التخسيس، وكنشوف واحد الفيديو على الكاسينيا كومبوديا وتسوني. دونك حتى كنت هضرت على الصيام المتقطع، كنا هضرنا على الديكوداج بيولوجيك او فك الشفرة البيولوجية للغلظ، اشنو تيقول هذاك العلم. كنا هضرنا كذلك في الحلقة الاولى على النية. في هذه الحلقة هذه غادي نهضر لكم على الحاجة اللي إلا ما كانتش عندكم اللي باش تعرفوها واش تقدر تغلاض ولا لا، واش تقدر تضعف، يعني واش تقدر توصل للوزن اللي بغيتي، الوزن المثالي اللي بغيتي، الوزن الصحي ديالك، إلا ما كانتش عندك ما تحلمش ما تحلمش ما تحلمش ما تحلمش. شنو هي هذه الحاجة؟ النوم. ناس إلا كنت تقول لي أنا تنعس 4 سوايع في النهار ولا تنعس 12 ساعة، أوكي، إلا ما كانش عندك النعاس ديالك مقاد راه ما تحلمش الوزن ديالك يكون مقاد. كنتي يعني باغي تقاد الوزن ديالك، باغي تطلع ولا باغي تهود ولا كما بغيتي تكون، راه الا ما كاينش النعاس راه ما كاينش والو. علاش؟ لان النعاس هو الراحه، والنعاس كيفاش تعبرو؟ سهل، ملي تنوض مع الصباح تكون اون فورم. الا رضت مع الصباح العيان راه ديك النعاس، وكان نعس 12 ساعه النعاس اللي كان، الا نعست والو راه ما يصلحش. دونك نقدر نعس 4 سوايع ونوض اون فورم، ونقدر نعس 12 ساعه والو. اذا نقاد النوم ديالي، وباش نقاد النوم ديالي تنقادو قبل المغرب، تنبدا نقادو لان النهار ديالي خاصو نقادو باش النوم ديالي يتقاد. اذا الحركه في النهار، الحركه فيها البركه، الحركه غادي تقعد لكم النعاس ديالكم. حيدوا الماكله 4 سوايع قبل النعاس، بعدوا عليها، بعدوا على الماكله 4 سوايع قبل النعاس. الضو البيض راه مصيبه. الدماغ ديالكم راه ما تيفرقش ما بين الحقيقه والخيال، ما هو عدو، هو الضو البيض راه هو النهار. الا كاين النهار اذا كاين الهرمون ديال الكورتيزول غادي ينوض، الكورتيزول ما كاينش الراحه به، ما كاينش الميلاتونين، اوكي. بعدوا على المشتتات، بعدوا على التلفازه، بعدوا على هادشي ديال يوتيوب، على هادشي ديال لا ما تبقاوش فيه، تجي قبل ما تنعس وحاط التليفون حداك وغير دغيا تتوت، اش غادي دير؟ وقبل ما تمشي تنعس سير صلي جوج ركعات وبرك مع راسك، ودير بيلون ديالك النهار، وشوف داك النهار اللي داز، اللي يغفر اللي ظلمك الله يغفر ليه، واللي مازال عندك شي حاجه باغي تقولها ليه قول، غادي نقولها ليه، دير ديزاكسيون، فهمتيني؟ ما تبقاوش تخليو هذيك الشيء، راه ديك المشاكل ديال النهار هما اللي الدماغ تيحاول يقدر يحلهم بالليل. واخا هذه وزاره من هذه نصيحه من وزاره الصحه، كما كانت تقولش هذه في الاذاعه المغربيه، سبحان الله العظيم، اوكي. من بعد نمشيو للمكملات، من بعد نقدروا ناخذوا الميلاتونين كمكمل غذائي، نقدروا ناخذوا لافاريان كمكمل غذائي، نقدروا نديروا تو سامبلومون مثلا التيول، ولا مثلا لانتيتان ديال التيول، ولا الورد المراكشي فوالا، ولا لافيرفين يعني اللويزا فوالا، باش نكالمي الذات ديالي اوسي، باش يعاوني هذا باش الناس. الا كان الدماغ ديالي تيخدم بزاف كاين لا التيانين، هذه واحد 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 الماده فعاله تتخاد من الشاي، من اتاي، تدي لا التيانين تتخاد بالليل، هذا الراس هذا الافكار تيتوقفوا. وكتبوا، ما تبقوش تخمو براسكم، اكتبوا، شنو كاين، اكتبوا باذن الله رب العالمين يا رب العالمين، اوكي. ولا كان عندكم شي سؤال فمرحبا. اذا تفكروا النعاس، بغيت تقادوا الوزن ديالكم، طلعوه ولا تهودوه، النعاس، قادوا النعاس ديالكم. بارك الله فيكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم جميع المسلمين، فان قلت خطا فمن نفسي ومن الشيطان، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان قلت صوابا فبفضل من الله، والحمد لله وشكر الله والصلاه والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.